نبقاو نضرب. لا وقفوا معايا. اضري عليه هشام، اش بغينا ندير فيه بالسيده ولا شي حاجه؟ حمطك هشام جلد في الحبس ما دار والو. اش كتبقي تجبدي فينا هذا؟ نساء 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 العداله نساء. والله الا خرجتي انا كنطلبوا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يطلق الله سراحه. اسكت انا بلاتي بلاتي انت كأم يعني بغيتي نصفق مع قدام الناس. انت تخوت على والديك على ود البلولي، البلولي حكموا عليه بثمان شهور بغى يدخل في العداله. قلت يعني كيفاش دازت عليك ربما ديك المحكمه اللي دوز الابن ديالك وهو في السجن؟ شوف هذا هو في السجن حشومه تنقول دوك الناس ولا ما عرفت بعالك اللي كيقولوا اللي كيدعوا لي بعدا يقول لي الله عطاك 10 سنين ديال الحبس وكيقولوا عائلته ما مسوقينوش. حشومه نقول لي تعجبي التبلة لانني قريت حر الامهات واكثر الحمد لله لا من خارج المغرب ولا داخل المغرب كلهم وجمعيات برا. والله الا باقي الان كيعيطوا لي ولا غير الصباح سولوا علي. كنشكرهم بزاف اللي جاوا في جمعيات في قضيه ديال السرطان ومشاو من كوبين. قال يا لطيفه سير قضيتك مخشيه في الارشيف اسيري راهم برا. نهار مشاو نهار قالوها لي كل مره يقول لي واحد خرج واحد خرج بقى واحد الحقوقي راه خرج شي قال بقينا بوحدنا ومشاو بحالاتهم مشاو لبرا. خصوصا واحد الجمعيه ديال فرنسا كنشكرها بزاف ديك راه عادت مع عائلتي. المهم انا كنقول اللي خرجتي وكتقولي نظيره ونظيره والقملولي. المهم اللي كنقول لك ان شاء الله غادي يكون غير الخير وصافي. المهم نظيره ها هو قدامك ها هويا لانني انا دعيت معاه واستجب لي الله وكنحمد الله ونشكره. والملولي حتى هو ما بغيناش داك الشيء. انا كنفكر لوالدي بزاف 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 لان حتى انا ام وتا هو الشباب هو هذا ما حتى واحد ما خصو يتعجب مادام الانسان فوق الارض ضروري هذا الحبس راه يقدر تقدر اي واحد يدخل ليه وماشي كيدخل ليه. كان عندنا هذه القضيه كنقولوا كيدخل ليه الشمكار كيدخل شي راه اي واحد كيدخل ليه اي واحد. هو مؤسسه لاعاده التربيه ولكن شتي هذا باقي انا هذا خلعني انا بغيتو انا كنطلب قدام العالم هذا السيد يعود واحد اخر يرجع لرياضته يرجع لصالته. ربما النصيحه اللي تقدمي لولدك يعني بعد هذه المحنه يعني واش انا في الحبس هو كنقولها لي في الحبس هو يقول لك في الحبس كيهضر ليا كنقول ليه كيقول لي الوالده واش انت لاباس كنقول ما كذبش عليك نقول لك لاباس. انا ما كيهمونيش الناس وما كتهمنيش عائلتي ومن هذا المنبر كنشكر عائله نور الدين بزاف 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 خصوصا خوه اللي برا عائل تباه وعائل هذاك نسيت ما قلت السميه لان هي مرا مزوجه محترمه حتى هي متدينه كنشكرها بزاف بزاف اللي في الجديده كنشكرها بزاف بزاف بزاف. راهي كانت في الجديده مش غير قولي غير كنشكر العائله وصافي عائلته اللي هذوك كيعيطوا بزاف ما عرفاش ما عرفاش ما غتورينيش الصحافه انا راه دزت من ملي كنت كنقرا دوي ملي كانت الصحافه الجورنال في الجريده. المهم على سلامه الاخ ديالي وعيد مبارك. المهم الملولي الله يفك سراحو فك السراح جميع عائلته جميع السجناء واللي عندي شي غم الله يفك وحيلو. وانا بقات هي الام ديالو والام ديال داك السيد اللي تا هو الله يعاون الوالده ما نكذبش عليك الله يصبرها ونتمنى الناس ياخذوا درس واخا راه كاين بعرك بزاف كيقول الهضره غير اشاعات. المهم راه اي واحد يكون وقع في هذا الخطا يمكن انت وانت 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 حتى انا الحمد لله شوف الحمد لله راه القانون شوف القانون قانون الحكم بالحق فهمتيني. كنشكر انا راضي بها الوالده المحكمه ديال المكناس وكنشكر اولا وقبل كل شيء المحامي هذاك الصراحه كنشكر بزاف ودافع بالحق ماشي بالكذوب. كان كيطلب لي اي ورقه كنرسلها ليه وبالحق اوراق الطبيب راه كترسلهم لي كل جلسه وكون كانوا مزورين على لا شكون الملولي اللي برأني في المحكمة؟ والملولي رانا شكرته ديك النهار وكنعاون نشكرو كنعاون نشكرو لأن قال 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 وكنشكر جميع الناس داخل المغرب وخارج المغرب والمنادي كنشكرك بزاف بزاف دوزني لك كلمة أخيرة شوف المهم بلاتي
شويه يعني واش الوزاره ندم يعني على هذا الشيء اللي وقع. المهم سمحوا لي على هذا الاحراج اللي وقع بينه وبين الوالده. الوالده مسكينه يعني راه الله يعين بها، والوالده يعني معصبه لواحد الدرجه ما تصوروش. هادشي علاش داك الشيء واحد النقاش طرا لي بينه وبين قدام الكاميرا فهمتيني، وهذا النقاش يقدر يوقع لاي واحد فهمتيني. الوالده مسكينه يعني ما عارفاش قال داك الشيء اللي في قلبه، ما عارفاش كيفاش توصل الفكره فهمتيني. والحمد لله يعني كيف ما كان الحال راه ما حشمات بهم والو، راه الا غوتت عليه الوالده ديالي راه الوالده راه مازال عندي ام، مازال عندي ام وعايشه بزاف ديال الحوايج. بالنسبه للسؤال ديالك السي الهلالي ملي قلتي لي واش ندمت ولا ما ندمتيش، انا دابا المشكل هنا لا ندمت بيان سور، ندمتي على هادشي اللي وقع لك يعني تهور. آه بصح الحمد لله دابا خرجت شي شخصيه ثانيه. آه شخصيه جديده. نزار ملي خرجتي من السجن شفنا واحد الفيديو انتشر بسرعه من السجن عند واحد البنت، كيفاش جاتك الفكره ومشيتي لها؟ راه قلتها واحد الانسان اللي خرج من الحبس ما كامله ساعتين فهمتيني. والحمد لله باش كتقول واحد يعني ربما المتابعين ديالك يعني اشنو موجد لهم نزار اشنو ربما. دابا شوف انا المشكله كون بلاتي بحيث دابا دخلنا للدار تلفت ماشي مشكل. دابا شوف بلاتي افهمني بلاتي، انا بغيت نجاوب غير دوك البعض واخا قلت غادي نعاود نقولها. بالنسبه للناس اللي كيحاولوا كيبغوا يعيروا القايده غيث وكيعيروني انايا، الحمد لله القايده غيث راه ماشي شي وحده اللي خايبه، راكم كتشوفوا بعينيكم الحمد لله راه بخير وعلى خير كيف ما كتشوفوا مربي. والدي راه ما عمرها شفناه في السوشيال ميديا فهمتيني، قريه 60 حسب الحمد لله، عائلته بخير وعلى خير. اما المهم اما الشيء الاخر بلا ما نهضروا. المهم بالنسبه لحقاش دابا هو عاد خرج وداكشي، دونك غادي يكون شويه بيرتوربي و سي نورمال، راه الفرحه عاد تلقى والديه ويتو. دونك انا غادي نحاول نختصر الهضره بالنيابه عليه. هو طبعا نزار غادي يكون ندم لحقاش كان شويه متهور، حنا ما هو ما يعني ما ان با في يعني اون غراند ايغور، ما دارش واحد غلط كبير ولكن تهور، كان شويه متهور. نقدروا نشوفوا نزار اخر. ايه طبعا هو تغير طبعا لحقاش المؤسسه السجنيه طبعا كتربي وكتادب وبزاف د الحوايج. دونك هو ديك 3 موا راه دازت عليه، دونك راه تعلم بزاف د الحوايج وعرف اعترف بالغلط ديالو، ان شاء الله غادي يولي شخص ثاني. غتشوفوا نزار كونسيبت جديد، بعيد على التفاهه، بعيد على بزاف د الحوايج، واصلا غيبقى يدير المبادرات، غادي يبقى يمشي عند الناس المعوزين ويبقى يعاونهم ويطاقيهم حتى هما. غادي تشوفوا ان شاء الله انسان ثاني، شخصيه ثانيه. وشكرا لهاد الاكسبيريونس اللي كيما قالت خالتي لطيفه، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. شكرا بزاف على وجهكم، مبروكه وعيد مبارك سعيد للامه الاسلاميه كلها، وتحيه للصحافه وتحيه للامن والمخزن. شكرا لهم بزاف. هنا كلمه اخيره نزار، كلمه اخيره كلمه اخيره. كنشكر هاد المنابر الصحفي واي منبر صحفي صور معي ووصل الرساله ديالي، وكيف ما غادي نقول يعني الحمد لله انا ما ندمتش فهمتيني، لان هذه تجربه اي واحد كيدوز تجربه في الحبس. الحمد لله بلاتي، الحمد لله بلاتي بلاتي بلاتي. هضرت انا وياها صراحه، قلت لها كنعتذر منك من واحد الواقعه طرات لي انا، وقالت لي نزار ماشي مشكل وانا ما حقداش عليك، وكانت ما مزيانهش كون دعاتني وقبراتني ديال بصح فهمتيني، ولكن ما دعاتني ما والو، لان قلبها كبير وقلبها زوين فهمتيني. ملي كتشوف فيلم خاسرين عليه 500 مليون وكتفرج في رمضان اشنو كتستافد منه؟ وما فقط كيبيعوا الفرجه للناس، وكذلك انا القايده غيت ولا انا القايده فلوكات زوينين كيبيعوا الفرجه للناس. اسيدي ما كتستافد واش منك؟ كيف ما غتستافد واش ماشي فيلم مغربي؟ كيف ما غتستافد واش ديك الكاميرا كاش اللي كتبان في دوزان فهمتيني؟ الحمد لله انا راه تقول لهم الكونسيبت اللي غنديروا انا وياك، غنديروا فلوكات زوينين، فلوكات القيمين. واش الحمد لله، راه شوف راه انتم الا دخلتوا عندي راه كتقراوا كلشي بعينكم بلا ما نسمي راسي فهمتيني. عندك واحد الدقيقه يعني الحمد لله يعني كومونتيرات زوينين، التعليقات زوينين، كلشي كيقول القايده غيثا تبارك الله عليك راكي جيتي مع نزار راكي جيتي مع القايده غيثا فهمتيني. يعني واخا كيوقع لي مع القايده غيثا شي مشاكل، ولكن الحمد لله كنتخاصموا وكنتصالحوا فهمتوني. وهادشي راه الناس اللي كيشكرونا الحمد لله، والله يخلي لنا الناس اللي حنا بلا ناس راه والو فهمتيني. وشكرا للفان ديالنا بزاف، وشكرا لاي واحد سمع الهضره ديالي وفهم مزيان وتقبلها، وان شاء الله نزار غادي يولي واحد اخر فهمتيني. يعني دوزت واحد التجربه اللي هي خايبه بزاف وفي نفس الوقت زوينه بزاف، وتعلمت منها بزاف ديال الحوايج، ولكن دابا الحمد لله فهمتيني. دابا قلت لكم خرجت نزار واحد اخر، راكم عارفين نزار ديال دابا راه ماشي هو نزار ديال شحال هذه،
يعني بعت على الزبل بعت على كل شيء، راه الوالده هضرت على ديك المسخه اللي كنت مزوج بها ما كنتش باغي كاع تهضر فينا ان شاء الله غادي نتزوج بها القايده غير ترق مع فين القايده نساتني في كاع الدريات يعني هذيك ملي كتمشي كتبغي تكلاشي القايده غير تقول لها ولا حاجه ملي كنلوحها عاد كتديها انت لا ما انت ما رضيتيش تقول لي نزار بدلني به وهذا هو الواقع يعني ما معمراش لي عيني هذه معمره لي عيني يدير مستقبله لان هي السيده دات له رزقه كامل وداكشي دونك غادي خصو شويه عاوتاني يهز راسه من الاول وجديد وينو تا يخدم على راسه لاقاش حنا حنا كنخدموا بالسوشيال ميديا يعني حنايا ما عندناش واحد المهنه اللي كنوضوا في الصباح 7 الصباح كنساليو عندنا واحد لوغيغ يعني عندنا امبلوا دي طون ولا شي حاجه حنايا خدامين بالسوشيال ميديا وكناكلو طرف الخبز من السوشيال ميديا هو هذيك الكارير ديالو كامله ديال السوشيال ميديا ما استفدت حتى شي حاجه اللي جا كيديروا فلوس وكيجي كيديروا رزق دونك ان شاء الله انا غادي نبقى معاه ان شاء الله والناس كيقولوا بان انا غادي نستفد منه هذا البوز ايتو انا الحمد لله كنشم يدي كنشبع وعمرني ما استغليته سيدي ما طمع ما والو صراحه عمرني ما استغليته ما كنبقاش نتلاقى معاك نبقى نقول دقيقه انا مع نزار حنا مشينا انا ما فيهاش ديك القاعده وكيف ما كتشاف راه ما صورت والو راه ما صورت لا مع الوالده لا مع حتى شي حاجه مستر نتمنى بان لي فان ديالنا حنايا تحاولوا بانكم تغيروا النظره ديالكم على نزار وتحاولوا بانكم تساعدوه ساعدوه وكيبقى ود البلاد ود المغرب مغربي حتى هو منو علينا ودازت عليه تجربه خايبه وطبعا عنده شويه ديال ديبرسيون المورال شويه هابط حاولوا بانكم كنا نديروا يد في يد ونشجعوه كما هو داز واحد الفتره كان كيضحكنا وكينشطنا وكان كيدير لي فلوغ ديالو وباقي الفتره لحد الان هو غادي يبدل هذا الكونسيبت وما يبقاش يسب ما يبقاش يقول الحاجه الخايبه دونك كلشي يتقال هنايا وهنا غادي يتحد كلشي وما نعاودوش عاوتاني نهضروا نعاودوا نغبيطيو نفس الشيء نفس الهضره نعاودوا نعاودوها دونك شكرا بزاف وهذه هي لافا وصافي خلينا عاوتاني مسكين هو يشوف عاوتاني يسمع الوالده ديالو شويه بالك افيك مو المهم المهم شكرا لكم بزاف مبارك واشركم ودخلوا عليكم الصحه والسلامه باش نتمنى بلاتي واحد القضيه طيحت بالرجال بلاتي واحد القضيه بلاتي غير تعرفك داكشي اللي كنت كندير انا وهذيك فهمتيني هذيك يعني كتبغي توها مراسه فهمتيني لا خلي هو طيح بالرجال غنقول المغاربه وبالدليل انا دائما كنهضر بالدليل هي اللي خلاتو يطيح بالرجال كانت كتشرب وفانيل كتشري من عند وحده بطنجه راه مستعده ديك السكده باغا تشد كتشري من عند وحده في طنجه كتشربو لي ما كيبقاش عاقل على راسو كيدير لي اللي قال لي راسو داك الضريب ديال الحيط هي اللي داك الضريب كتقول لي زيد راسك على الحيط ودير راسك كتعرضو لكم مالين الخميسات باش نديرو البوز حيت هما حياتهم كامل البوز شي غير زواجهم خرجت قالت راه زواج ماشي بوز ملي هو ماشي بوز ديروا داكشي بيناتكم استروا راسكم لان داك العام ديك ديال حتحت راه غير بوز وخرج هو كيقول انا ما يمكنش لي هذاك السيد ما كنعرفوش ما بينه وبينه الخير ما عرفتش واش داير بوز ما دايرش بوز المهم هو خرج قال راه قد راه يا قد الوالده وانا قد قد بنتها انا قاسمت على ودي قال لي داكشي راه غير بوز ما ديال القضيه حتى راه غير بوز المهم انا كنقول هي اللي رجعته مدلول انا بغي ولا تكرهو كنهضر الناس كنبغي ولا تكرهو الناس اخرى راه فاهمينه ولكن دوك البعالك انا كنقول لكم بان هذيك المدلول كانت كتشربوا الفانيد وسيري دعينو عندي الدليل بانك كنتي تشربي مخا دير ما كيعقلش على راسو كيدير داكشي اللي كيدير وعندي واحد التسجيل تليفون ديالي كيسجل هضرت لك هادي الجده اللي عندها الحفيده قلت لك شو ولدك اش كيدير شو بنتك اش كدير لولدك كتزيد لي بوس الرجلين بفمك قلتي لي هذاك غير بوز عاقل على اول مكالمه تكلمت معاك ذاك العام وفي البدايه ديال رمضان قلت لك شوفي بنتك راه حشومه كتزيد لي التسجيل تليفوني كيسجل احترم قال ولدي ولدي ما عندوش العقل انا ما صرفتش الاوديو اللي صرفتي وشوهتي راسك كان على ولدي كان عنده واحد الجار طرالي بحال شكل ولدي انا فهمتكم المغاربه شكون هذا السي احمد صديق ديال نور الدين ما كاينش هنا في المدينه اللي كنا ساكنين فيها وفي المدينه اللي كان خدام فيها نور الدين المدينه اللي كان ساكن فيها نور الدين ودابا مات وجارو عنده واحد الجار داكشي اللي طرا ليه وداك الجار قد باه كنقول ليه انت بحال السي احمد دابا ارتاحيتي وسيري فيقي من القبر وقولي سير عاير لطيفه المهم كنشكر المغاربه بزاف وكنقول لهم انا ولدي انا ما فرحاناش بزاف ملي فرحان ولكن الفرحه اكثر ملي ولدي غيتغير ويرجع يصلي
ويرجع رياضي. اه وكنقول ثاني هذيك المعافاك كنقول عافاك دوك صحاب الانستغرام داكشي بعدو منه ما كتخلو لي تريال راه ملي تشد في الحبس راه انا اللي كنت كنرسلي كيقول لي الوالد راه ما ناكلش ماكله الحبس واخا نموت بالجوع رسلي ليا كنقول له وقول الوزير سلك حتى كنأنبو وعمرني ما شكرته ولا قلت له ولدي ولا داكشي كنقول له راه الناس كيعيروا قالك باغيين 10 سنين ديال الحبس قالك ارتاحينا منك قالوا كلشي كلشي كنقولوا ليه باش ماشي كنأيد ليه باش يدير عقله انا ماشي غنشكرو غنقول كما كتعمل ديك الجده اللي عندها الحفيده انا كنقول يا ولدي راه كلشي كيعيرك وكلشي ما وقفش معاك والعائله اللي كبرتي معها عائله تمك كلهم قالوك علاش لانهم متدينين وشادين في الاسلام بزاف واللي بغى يسول يسول على عائله مو في عيت ملون متدينين قالك هو خرج جوج حدا مسخه وخرج كيدير داكشي ديال المحرمات حنا ما كنعرفوش وقفت مع غير عائله تمو عائله باه الله يجازيهم بخير دابا كنطلب من دوك صحاب الانستغرام يكون عندكم ضمير ودوك اللي كيطلعوا بيه القنوات راه نهار هو تشد راه ما عنده تريال وشتي فلوس المحاميه ولا فلوس المحامي داك اللي كنت درت عنده شكايه وفلوس الشكايه ديال هذيك السيده واللي درت هذاك العام ولا فلوس المحاميه ديال الطلاق